بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا إذن في فواتح سورة الإسراء. هذا الدرس السابع في الفواتح سورة الإسراء، فبالتالي اللي بيكون حابب يعني يفهم الصورة كاملة إن شاء الله بيقدر يرجع الآن. تم تنزيل الدروس السابقة في اليوتيوب، يعني بيقدر يراجعها في اليوتيوب فيما يتعلق بتفسير إيش فواتح سورة الإسراء اللي هو اليوم الدرس السابع. نزل 6، الآن هذا السابع إن شاء الله بينزل برضه. إذن عناصر قيام الدولة الثانية لبني إسرائيل واليهود في فلسطين: العنصر الأول، نرد لكم يا بني إسرائيل الدولة على من الجولة على من أزال الدولة الأولى، نمدكم بالمال، بنين تكونوا أكثر نفير، نجمعكم من الشتات، عندما نجمعكم من الشتات تكونون منتمين إلى أصول شتى على خلاف المرة الأولى. هذا كله تحدثنا فيه على خلاف المرة الأولى. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. طيب، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. هذا على فكرة تهديد أو دعوة لهم أنهم يرجعوا إلى الله بعد ما تكلم عن المرة الأولى، ثم كيف أنه ترد لهم الكرة على من أزال الدولة الأولى وبينا أنهم العرب. لاحظوا الآن التحذير: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وكثير من أهل التفسير فلها فلها بقولوا بمعنى فعليها، وهذا غير صحيح. يعني فيش قضية في اللغة العربية بالذات في القرآن الكريم، لا يوجد حرف يؤدي معنى حرف آخر إطلاقا، ولا كلمة تؤدي، فيش شيء اسمه ترادف بحيث كلمة تؤدي المعنى نفسه. ولذلك انتم بتلاحظوا كثير ما نتحدث احنا في المعاني ونميز بين الألفاظ، يعني أتى وجاء مختلفات في المعنى في دلالتهم، وحروف الجر ينوب بعضها محل بعض في المعنى، في المعنى لا يمكن كيف بده يكون إلى بمعنى على، على فيها هيمنة مثلا، إلى ما فيهاش، إلى فيها وصول، على ما فيهاش مثلا. إن أحسنتم، إذن هون الكلام مش الكلام عن مثوبة وعقوبة حتى يستخدم وإن أسأتم فعليها، لا، إن أحسنتم أحسنتم لمين؟ لأنفسكم. طب وإن أسأتوا أسأتوا لمين؟ لأنفسكم. فيش مجال لعلى هنا أصلا، فيش مجال لعلى. طبعا لفت الانتباه هذا لأنه كثير أو تكاد تكون معظم كتب التفسير عندما تقول فلها أي فعليها، الموضوع هون مش موضوع الكلام عن عقوبة، عن الثواب والعقاب. إذا بتحسنوا لمين بتحسنوا؟ لأنفسكم. وإذا بتسيئوا لمين بتسيئوا؟ لأنفسكم. طيب، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة، ما قالش فإذا جاء وعد الثانية سبحانه وتعالى، إذن هي الثانية والأخيرة، معناته فيش ثالثة، فيش ثالثة، أولى وأخيرة. لتفسدن في الأرض مرتين، أولى وأخيرة، مش أولى وثانية مشان تحتمل الثالثة. فإذا جاء وعد الآخرة، وقلنا إنه تعبير وعد الآخرة لم يرد في القرآن الكريم إطلاقا إلا مرتين، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. خلاص فيش غيرهم، فبصيرش مفسر الثانية غير عن الأولى
ولا الأولى غير عن الثانية، الكلام عن الموضوع نفسه. فإذا جاء وعد المرة الثانية ليسوء، لاحظوا التعبير، فإذا جاء وعد الآخرة هناك في الأولى، لاحظوا التعبير، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا، هون فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء، معناته في كلمة محذوفة حتما، معناته في كلمة محذوفة حتما، شو هي اللي هي كانت موجودة في الأولى؟ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم مشان يحققوا ثلاث قضايا أهداف. إذن لاحظوا لي هذه للتعليق السببية، بعثناهم من أجل أنه يحصل واحد اثنين ثلاث. إذن هون محذوفة بعثناهم لأنها مفهومة إيش؟ من السياق، مفهومة من السياق، وهذا كثير في اللغة. فإذا جاء وعد الآخرة لي، إذن بعثناهم لي، واحد بعثناهم لي لتحقيق أهداف، واحد ليسوءوا وجوهكم، أكثر ما يعني ما بيذهبوا إلى أهل التفسير إنه بقولوا إنه أنت لما تسيء لإنسان مثلا يظهر أثر الإساءة وين دائما؟ على وجهه، بيظهر أثر الإساءة وين؟ على وجهه. يعني بدهم يقولوا بمعنى آخر، بدهم يقولوا إنه راح يتصرفوا معكم تصرفات إلى درجة أن تظهر آثار هذه على وجوهكم، مش راح تكونوا مستبشرين، راح تكونوا مستائين. بشوف هذا المعنى ضعيف على فكرة، بشوف هذا المعنى ضعيف. ليش؟ هلقيت ما بنستخدم نحن في كلامنا مع بعض البعض بقول إنه فلان سود وجهي، مش هيك؟ الله يسود إلى آخره. لما واحد بنفضح في البلد مثلا، مش معناته أسيء إله؟ يعني أسيء لوجهه هيك؟ مش تسود وجهه بين الناس؟ هو يبدو المقصود ليسوءوا بوجوهكم، يعني بيفضحوكم، بيفضحوكم وتظهر ايش في حقيقتكم السيئة لمين؟ للناس. اما ما اظن انه المقصود يعني بيسوءلكم فيظهر اثر الاساءة على وجوهكم. يسوء وجوهكم هي التعبير اللي بنقوله احنا اليوم، فضحنا في البلد، اساء لسمعتنا، اساء لسمعتنا، الله يسود وجهه مثل ما سود كذا. سود كيف يعني؟ هو صار أسود؟ لا، ما هو يعني أساء لنا، أساء للسمعة، أساء لل... فإذا هذول بنبعثهم اللي أزالوا الدولة الأولى، اللي هم العرب، قلنا بينا أنهم العرب اللي أزالوا الدولة الأولى، في الثانية نبعثهم هالمرة لثلاث قضايا، يسيئوا إليكم إساءة يعني إيش؟ بالغة فيما يتعلق بسمعتكم، يسيئوا وجوهكم، سمعتكم بدمروها، حتى وهم بيضطهدوك بتسيء لهم قاعد أنت. هلقيت اليوم في إنترنت وفي فضائيات يا أخوي، وأي عمل بيعملوا كل الأمم العالم عم بتشاهدوا، وهم بيقتلوا. يعني مثلا محمد الدرة أساء لوجوههم ولا ما أساءش؟ مع أنهم بيقتلوه، أسألهم ولا ما أسألهم لوجوه؟ صورتهم كيف صارت؟ صورتهم كيف صارت؟ والواحد تنعرف صورته إلا من وجهه، وغالبا مش هيك التعبيرات في اللغة. ليش الوجه بالذات بنستخدم إحنا؟ صورتك، صورتك أنت، مش هيك؟ الآن صورتهم في العالم، شوفوا من الانتفاضة الأولى لليوم شو بيعملوا، وإنت على فكرة اللي مجبرهم على مثل هالكلام. شو يعني؟ هو لما يثوروا الأولاد ضدهم والعالم كله يشوفوا أولاد بتحمل حجارة وهم دبابات، وهم دبابات مش هيك؟ وأسلحة وتفاصيل، العالم كله شايف هذا الكلام، كل العالم، سمعتهم بقيت زي أول. لذلك أنتم بتلاحظوا في آخر 2003 أول 2004 الاتحاد الأوروبي نفسه
الاتحاد الأوروبي نفسه عمل دراسة. الغريب إنه الاتحاد الأوروبي شو يعني؟ يعني السياسات العليا، السياسات العليا إيش عملت؟ عملوا دراسة في داخل الشعوب هاي، مين أخطر دولة على أمن العالم؟ إسرائيل أخذت الأولى، 65% من مجموع الشعوب اللي استقرئت من الاتحاد الأوروبي أخطر دولة على أمن العالم إسرائيل، 65%. وين؟ في البلاد اللي هي أصلا تأييد تقليدي لليهود ولإسرائيل. هذا كيف لو في الشعوب الأخرى؟ وفي بعض البلاد الأوروبية كانت النسبة في حدود 85%، بيقولوا إسرائيل بلد أوروبي، كان 85% من الشعب بيقول أخطر دولة على أمن العالم إسرائيل. إسرائيل مع كل الإعلام والسيطرة الإعلامية والتفاصيل هاي كلها اللي بيقولوا وتزييف ومسح الأدمغة، وإسرائيل بتاخذ الأولى. اتحاد أوروبي يعني، طب يا اتحاد يا أوروبي أنتوا السياسة العليا هاي ليش ما خبيتوا؟ ليش تعملوا الإحصائيات؟ لأنهم بيظهروا أنهم مؤيدين لإسرائيل، معناته في شيء عم بيحصل إن إحنا مش عارفينه، في متغيرات تحصل إحنا مش عارفينها. تاني بخلي قيادات الاتحاد الأوروبي تقرر تعمل هذه الدراسة ثم تخرجها للناس، إنه أخطر دولة على أمن العالم 65% من شعوب الاتحاد الأوروبي إسرائيل. بعدها بأكم شهر في 2004 في بريطانيا، يعني اللي أنشأت إسرائيل، بريطانيا اللي أنشأت إسرائيل، سألوهم سؤال للشعب البريطاني، مين أقبح دولة في منظارك؟ يعني صورتها قبيحة، هاي بتيجي تماما في قضية ليسوء وجوهكم. كان السؤال على فكرة بتعلق بإيش؟ أقبح دولة بمنظارك مين؟ اللي أخذت الأولى إسرائيل. عجيب، بس احنا بنعرف انهم بأيدوا إسرائيل. انت بتعرف انهم بأيدوا السياسات العليا هاي، كثير منهم بعد ما ينزل من الحكم شوف شو بكتب على إسرائيل. ليش شو كتب كارتر على إسرائيل لما نزل من الحكم؟ ما هو كتب كتاب كامل عن إسرائيل بعد ما نزل من الحكم كارتر. إيش قال عن إسرائيل؟ إيش قال عن إسرائيل؟ معناته شو اللي بيخليه هذا وهو في السلطة يتصرف بطريقة، لما بينزل من السلطة بيختلف وضعه؟ في متغيرات، إذا تظنوش المسألة زي ما أنت يقال، في متغيرات كثيرة هم بيشعروا فيها أكثر منا، هم بيشعروا فيها أكثر منا. الآن إيش انفضحوا أمام الشعوب كلها، الشعوب عم بتقول لهم إحنا أيدناكم وشفقنا عليكم من هتلر والمذابح اللي قام فيها وتفاصيل كلها و بعدين بتصيروا أوسخ من هتلر، أوسخ منه. ليش أنتم بتصوروا أنه البشر يعني كلهم سيئين زي حكوماتهم؟ الشعوب سيئة زي حكوماتها؟ حتى الحكومات، حتى اللي بيكونوا في السلطة بيكونوا أحيانا، خصوصا في الدول الديمقراطية هاي اللي الإعلام والتفاصيل بيأثر في صورته، وفي لوبي لوبيات وتفاصيل بتأثر فيه بتخلي حتى وهو كاره يمشي في طريق معين. هذا شيء، والمتغيرات على الأرض شيء ثاني بين الشعوب. لذلك مش راح تشوفوا إسرائيل في المستقبل إلا أسوأ صورتها. على كل، إذا صار واضح الآن كيف وصلت الناس إلى أنه إسرائيل هذه انفضحت، صورتها أصبحت سوداء. كيف؟ مين أساسه؟ أول ناس أنتم، أنتم اللي أسأتوا لها. هم بالكم، هم في الدبابات كانوا محاصرين مثلا المقاطعة ومدمرين، وهالإعلام يقول شو، وقاعدين قال بتبجحوا قال بدباباتهم حول الأبنية ومش منتبهين إنه هذا إيش يعني قاعد بعمل الآن؟ إيش بعمل قاعد هذا الآن؟ بسيء ويما أجت فرصتهم تمام، يا سبحان الله، في فضائيات وفي إنترنت وكل شيء تمام ومسجل، مسجل الآن. يعني مش رح يكون في نقاش في المستقبل. يعني اليوم عم بيشككوا كثير في قضية ما يسمى بمذابح هتلر وما يسمى شو بسموها هي الهولوكوست. في كثير الآن بيشككوا قاعدين، مع أنه ديروا بالكم عم بيحاسبوهم الناس اللي بيشككوا، لأنه المعلومات يعني في تضارب وفي تفاصيل. بس اليوم أبدا، كله بالصوت والصورة وقحتهم كمان. إذن نبعثهم لتحقيق 3 أهداف،
أولا يسيء وجوهكم، يسيء لصورتكم، وهذا أول الزوال، لأنهم هم أصلا وجدوا على أساس إيش؟ تعاطف الناس معهم، انذبحوا يا حرام، ما لهمش دولة، تفاصيل من هذا القبيل كله. الآن صار بالعكس، ما سمعتوش في البريطاني اللي كان زوجته يهودية، كان يحضر في التلفزيون شاف صورة من الصور اللي بتصير هون في فلسطين، قام لمرته وأشبعها قتل بس لأنها يهودية، وهو بتفرج على التلفزيون شو اللي بيعملوه، شو اللي بيعملوه. هم اللي بيشعروا الآن شو صاير معهم، انتوا بتشعروش، هم اللي بيروحوا هون وهون وبيشوفوا كيف الصورة مختلفة، التعاطف اختلف، انفضحوا كله منكم. ليسوءوا وجوهكم. اثنين، وليدخلوا المسجد. هو اصلا القدس شو تسمى؟ القدس شو تسمى؟ بيت المقدس. هو اصلا سميت المدينة باسم المسجد، لانه شو هو البيت اصلا؟ شو هو البيت المقدس؟ البيت المقدس الاقصى. سميت المدينة كلها بيت المقدس نسبة لمين؟ للمسجد الاقصى. يعني مكة تسمى مكة مش البيت الحرام، مكة تسمى مكة، لكن هاي اسمها بيت المقدس، يعني البلد مسمى باسم البيت، البيت. وليدخلوا المسجد بيت المقدس كما دخلوه أول مرة. هاي إذا الأولى فهمناها، هاي الثانية الآن الهدف الثاني، راح يدخلوا المسجد تماما زي ما دخلوا المرة الأولى. المرة الأولى دخلوا غزاة، المرة يعني دخلوا غزاة، هي طالما كما معناته تشبهها بالضبط، يعني يدخلوا دخول الغزاة، بدهم اثنين يكونوا أولي بأس شديد زي الأولى بالضبط، ويجوسوا خلال الديار، هاي كما مثل الأولى، الدخول راح يكون زي الأولى، أولي بأس شديد بدخلوا جايين غزاة بيجوسوا. تحدثنا حول الجوس إذا بتلاحظوا في المرات الماضية، وبينا الفرق بين جاس وحاس، تمام؟ راح يدخلوا مين هم؟ أنتوا. إيش أقصد أنتوا؟ يعني العرب، العرب هم اللي يدخلوا، ولا العرب يعني أنتوا شايفينهم بسوش؟ لا بسوا، بس الجواسيس اللي فوق هي بتسواش، وهي بتسقط، هاي تسقط تسقط الآن. طيب لانه اصلا العرب، العرب ما هم اللي فتحوا العالم هدى، وتآمر كل الدول الاستعماريه مش على المسلمين بالدرجه الاولى، على العرب المسلمين اكبر تآمر على العرب. يعني ممكن المسلمين يملكوا نووي بس مش العرب، مش العرب المسلمين، لانهم بيعرفوا ايش العرب لما ينهضوا، وانهم هم نقطة جذب لكل المسلمين اللي هم مليارين اليوم، واللي على 35 مليون كيلومتر مربع بيعيشوا، و 90% من موارد الطبيعية في الكرة الارضية عندهم. طب هذول لما ينهضوا شو يصير؟ وليدخلوا المسجد كما زي ما دخلوا اول مرة، وغزوا بقوة بأس شديد وجوسوا خلال الديار. ثلاث، وليتبروا ما علوا تتبيرا، وليتبروا ما علوا. وشو قال؟ تتبير، كيف لما أقول قتله قتلا أو تقتيلا، قتله تقتيلا، قتله قتلا، يعني فيها ايش؟ معناته اضع ما يكون، ذبحه ذبحا، اضع ما يكون الذبح. وليتبروا ما علوا تتبيرا. الكلام موجه كلنا لبني اسرائيل في النبوءة اصلا، معناته اللي يتبروا مين؟ هذول اللي راح يدخلوا العرب،
الآن شو معنات يتبروا وشو معنات ما علوا؟ يتبروا ما علوا. التتبير تتبير فيه معنى الإهلاك والتحطيم والتكسير والتفتيت كل هذا. وإذا في إشي عالي وين بحطوه؟ في الأرض. تتبير أبرز معنى في التتبير إهلاك، مع إيش؟ مع تحطيم وتكسير وتدمير. لأنه ممكن يكون التدمير بدون إهلاك، ممكن يكون التدمير بدون إهلاك، بس هون تتبير لازم يكون في إهلاك. إهلاك، وهذا كأنه بشعرك إنه معناته فعلا بده يصير مقاومة من بقاياهم ورد وفعل وردة فعل. واليوم أسلحة فتاكة مش زي زمان. زمان كانوا يدوروا خلال الديار بهالسيف وهالرمح وهالكوس بشك، هذا المرة الأولى خلال الديار خلال. لكن هون واضح من النص في اشي بيشبهه على فكرة، بس هذا ممكن يكون ما ادري اذا لها علاقة بهاي ولا لا. في التوراة اقصد، اللي بيقولوا انها توراة هم شو بيقولوا، بس هل هي لها علاقة بهاي او لا مش موضوعنا، بس جيد اعرض لكم النص زي ما بيقولوا هم. ملح وكبريت الارض كلها بتكون محروقة عندهم، بحيث لما تيجي الأمم وتشوف التدمير، التدمير شو بتقول؟ شو عملوا هدول تنو الله سبحانه وتعالى عمل فيهم هذا؟ هذا عندهم، عندهم شو عملوا هدول؟ ملح وكبريت الأرض كلها، هذا موجود النص، ملح وكبريت الأرض. حتى إلى درجة إنه شعوب الأرض بتقول شو عملوا هم تنو صار فيهم هيك؟ هذا ما يقولونه هم، ما يقولونه هم، مش بيعنيناش يعني شو بيقولوا. الآيات واضحة. وليتبروا ما علوا تتبيرا. شو يعني ما علوا؟ كل ما سيطروا عليه. وسيتبروا يعني يهلكوا ويكسروا ويحطموا كل ما يسيطروا عليه تتبير، يعني في أقصى هذا اللي بده يحصل. احنا ما دخلنا أنا وياك، يعني بجزء احنا الساعة تكون قلوبنا رقيقة ونتدخل ونقول يا جماعة شوي شوي ايش نعمل. هذا هم فضائحهم وما عملوا جرائمهم يبدو راح تجيب عليهم مثل هذا الكلام، جرائمهم مثل هذا الكلام. والآيات واضحة. وليتبروا ما سيطروا عليه. اذا شو معنات ما علوا؟ لانه الغريب انه في بعض الناس قال اليوم بفسرها بظن انه هذول راح يدمروا الأشياء اللي بيبنوها اليهود. لا، هم كان لازم الوقت هيكون المعنى وليتبروا ما علوتم، لأنه الخطاب لبني إسرائيل. وليتبروا ما علوتم، لا ما قالش وليتبروا ما علوتم، لأنه بسمعها كثير من بعض الناس، هو بظن المعنى أنه اللي بيجوا بدخلوا هدول بيدمروا الأشياء العالية هاي اللي بنوها اليهود. لا، هو الكلام إذن مش وليتبروا ما علوتم، لأن الخطاب لمين كله أصلا؟ لليهود. وليتبروا ما علوا، هاي بتحتمل أمرين، ما علوا والأمر الأقرب للصواب وليتبروا كل ما يسيطروا عليه تتبير. ومش معقول يعملوا هذا الكلام، هم يتبروا يهلكوا ويدمروا ويكسروا إلا معناته في مقاومة. هم صح في منهم بهج الآن ماشي، بس يبدو في ناس محكومه في المنطقة، وعلى ما يبدو في منطقة القدس. ليش؟ لأنه جت بعد قوله وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا. لذلك هم دائما المعارك وين تنتهي؟ في العواصم. وهم الآن مصرين على اتخاذ القدس إيش؟ عاصمة. لأنه المعارك دائما، المعارك الفاصلة وين بتحصل؟ والتدمير الكامل في العاصمة. سقطت العاصمة خلاص، سقطت العاصمة خلاص. فلذلك سبحان الله، لاحظ انت هم مصرين يعملوا العاصمة وين؟ وقاعدين بيحيطوها بإيش؟
كله احتياطا بقلاع طريقة البنى. بتلاحظوا قلاع للدفاع مع انه المسألة ما تحميش هاي. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. على فكرة هاي الوحيدة في القرآن في علاقة بين سورة الإسراء وسورة الحشر. هذه الوحيدة فاعتبروا يا أولي الأبصار في القرآن الكريم اللي بيستخدموها العلماء دليل على القياس. يعني لما تفتح أنت مصادر التشريع القرآن السنة القياس الإجماع بشيك من أدلتهم في القياس هذه الآية فاعتبروا يا أولي الأبصار قيسوا قيسوا. هناك لحظة ما ظننتم أن يخرجوا. أنت لما تتطلع ما حصل عندك أي شك لما بتشوف هالأبنية وهالقلاع وهالقوة ما بيحصل عندك شك حتى ظن أنهم بيخرجوا. ما ظننتم أن يخرجوا ما ظننتش حتى ظن أنهم بيخرجوا. مش في منا هيك كثير ناس بظنوش أصلا من أصله أنهم بيخرجوا. ما ظننتم أن يخرجوا هم. طيب إيش ظنوا؟ دير بالك لأنه دائما اللي من جوا بيبقى عارف أكتر وخايف أكتر. أنت لا تظن أنه بيخرج. ليش؟ القوة العسكرية الأبنية الحلفاء التفاصيل كله. أما شو بقلب الزمن وشو في الآن خطط من تحت وانت مش داري فيها. السياسات بتتغير على فكرة. ولعلمكم في إشي تحتاني الآن ماشي في العالم كله تحتاني وعلى حسابهم هم هدول حساب هدول في إشي تحتاني ماشي تمام. هم مش داريين وداريين في منهم حاسس تماما وذلك قلقين. أنت ما ظنيتش إنهم بخرجوا ما حصلش عندك ظن. هم وظنوا هم الساعة مش متأكدين انه حصونهم تمنعهم. هم ظنوا انه حصونهم تمنعهم. انت متأكد انه حصونهم تمنعهم؟ انت اللي برا متأكد انه هاي الحصون تمنعهم؟ هم مش يعني بظنوا انها بتمنعهم. في فرق بين السنتين ولا لا؟ هم بظنوا انها بتمنعهم حصونهم. اذا هم على فكرة نظرتهم لواقعهم غير ما نظرتك انت. انت بتظن انه كل شيء تمام وخلاص ما فيش مجال اصلا. هم لا ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصون. مش متأكدين هم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. اذا في اشي على فكرة ما بيحسبوهوش. من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذه مهمة على فكرة لأنه هاي وقتها لما يقذف الرعب في القلب انتهى الموضوع. شو الحصون شو الأسلحة؟ وقذف في يخربون بيوتهم بأيديهم زي ما عملوا في يميت. هاي قضية بأيديهم مرات مش هيك؟ وأيدي المؤمنين. طب بجوز بعضكم يقول لي طب ما هي هاي تتحدث عن حدث قديم. كم من الآية فاعتبروا يا أولي الأبصار. شو يعني قيسوا؟ قيسوا قيسوا الحادثة هاي اللي هي أنتم فيها الآن على هذيك. لأنه الاعتبار على هذيك. تعرفوا شو ممكن يحصل. تعرف شو ممكن يحصل الآن. في علاقة قوية إذن بين سورة الإسراء وسورة الحشر اللي بتبدأ إيش؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وبعدين بدخل في موضوع إيش؟ موضوع إخراج اليهود وبني النضير من المدينة. الكلام عن اليهود أصلاً في السورة سورة الحشر. على فكرة راح تشوفوا الحلفاء شو راح يعملوا. كمثل الشيطان في سورة الحشر هذا الكلام. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. بكرة بصيروا يخافوا الله هذولاك لما يشوفوا مصالحهم والمتغيرات في العالم كله والانهيارات الاقتصادية اللي بتحصل بصيروا يخافوا الله. بتذكروا العدالة وبتذكروا انه هذولا اصلا وجودهم غلط. ما هي قالتها الناطقة باسم البيت الابيض وقال يعني قالوا لها اختيارة انت خلاص بلاش
مش قالت انه ما لهمش اصلا حق في وسط البيت الابيض اللي كانت هي بتصرح ايش ناطقه باسم البيت الابيض، المره الكبيره في السن هاي اللي غيبوها شوي لما قالت هالكلام. لا، هي بتقول الشيء اللي بقلوب بين بعضهم، بس تيجي اللحظه اللي يجرؤوا فيها يكشفوا على الحقيقه. وين تجرؤوا؟ لما بيبداوا ينهاروا اقتصاديا، بدفعوهم الثمن كل السنين اللي مضت. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر شو قال له؟ اني بريء منك. لانه المنافقين شو كانوا يقولوا لليهود؟ اصمدوا انتوا، احنا ابدا ولا يهمكم، احنا معكم، حتى لو اخرجتم نخرج معكم، لان اخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصرهم لا يولون الادبار. تمام. وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم. هذا اذا ايش؟ يعني تراجعوا. هناك شو قال لهم في الاول قبل ما يبين لنا المره الثانيه؟ ان احسنتم احسنتم لانفسكم، اسأتم فلها. فاذا جاء وعد الاخر بعدين عسى ربكم ان يرحمكم، تراجعوا وان عدتم عدنا. ايش يعيدوا؟ ايش يعودوا؟ ما هن مرتين اصلا. ايش يعودوا؟ ما هن مرتين وبس، اولى واخيره. ايش يعودوا؟ لاحظوا الان، اولى واخيره. هون الغريب انه في كثير من الناس بيسال بقول انه في له علاقه المهدي في هذه المساله، وهذا عجيبه. يعني ايش علاقه المهدي اللي هو علامه من علامات تسبق علامات القيامه وتكون مقارب تماما لنهايه الزمان، شو علاقه المهدي باخراج اليهود من فلسطين وتحرير فلسطين؟ ما هي اصلا فلسطين تحررت ايام صلاح الدين من الصليبيين، وهالمره بتتحرر من الصليبيين واليهود. تمام، فهمنا. ايش علاقه المهدي بالموضوع؟ يعني في كل احاديث المهدي اللي هن 50 حديث تقريبا، اللي في منهن الضعيف والحسن والصحيح بمجموعهن بنسميه متواتر معنوي، ها كلها فيش في ذكر يهود اصلا، فيش يهود. ايش علاقه فاذا فيش علاقه بين خروج اليهود وعلامات القيامه، بس في علاقه بين محاوله رجوع اليهود الى فلسطين ويوم القيامه. ولذلك الحديث الشريف: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. عجيب هذا، انه بيستخدموه بعض الناس في ايامنا هاي. والنصوص صريحة في هذا الحديث بالذات، النصوص صريحة بأنه في أيام نزول المسيح ومقتل الدجال وعامة أتباعه من اليهود، وبيستخدموه في أيامنا هاي. قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. هذا الحديث ما هو منصوص أنه في أيام المسيح ونزول المسيح عليه السلام. وانتم بتعرفوا أنه زحف الدجال، زحف الدجال عامة أتباعه من اليهود، الغالبية العظمى، مش بس الغالبية، والأكثرية الساحقة، هيك هاي عامة أتباعه، الغالبية الساحقة من اليهود جايين معاه من زحف شرقي. هم كاينين في الشرق اليهود، افهموها، كاينين في الشرق من يهود أصفهان لحالها 70,000. هم ليش في الشرق موجودين؟ إذن علامات القيامة محاولة رجوعهم لتحقيق المرة الثالثة. معناته بيكونوا ايش صاروا؟ خارجين. إذن هذه المرة بيخرجوا ويبدو راح يروحوا شرق. ليش راح يروحوا شرق؟ أظن لسببين. السبب الأول إنه الحضارة المدنية، خلينا نقول، عم تنتقل شرق أصلا، وهم من سنة 1990 بدأنا نقرأ من كتابهم وفلاسفتهم عم بينصحوا انه انتم الان اجعلوا تحالفاتكم في الشرق. من 1990 اول مقال قرأته لبعض مفكرهم انه احنا لازم نروح تحالفاتنا الان شرقية، لانه شمس الغرب بتغرب. ثم ما هو الغرب اللي راح يتآمر عليهم بعد انهيارات الاقتصادية
ودور اليهود في الفساد الاقتصادي في هذه البلاد، لأن معظمها أخلاقي مؤامرات يهود هذه الاقتصاد والانهيارات. تمام؟ بيكتشفوها واكتشفوها على فكرة، ومكتشفين شغلات بقدروش يظهروا فيها بس من تحت عم بتمشي أمور، أدركوا بدركوا هم اليهود. تمام؟ طبعا الاقتصاد تمام، بيصير خلل بيحملوها لليهود. ولذلك هم غالبا راح يتجهوا ايش؟ شرق، شرق، راح يرجعوا مع الدجال. اذا ما فيش علاقة بين مهدي وخروج، في علاقة لما بدي. وبما انه الآية القرآنية، الآيات القرآنية من سورة الإسراء تقول فقط مرتين، اولى واخيرة، معناته دخولهم لفلسطين شو راح يصير فيه؟ مش راح تستقر جيش الدجال. وبعدين لازم تفكروا انتم ليش الدجال جاي على فلسطين، هو واليهود، معناته فيش يهود جايين يسترجعوا المجد. ايش معنى فلسطين في الاحاديث؟ ايش معنى فلسطين؟ ليش ما جيئهم لفلسطين عامة اتباعه من اليهود؟ ليش الدجال بيزحف على فلسطين وعامة اتباعه من اليهود؟ لما زحفوا علينا من البحار المؤيدين كانوا الغرب المسيحي، لما بزحفوا من البر في المستقبل بده يكون متأيدهم شرقي، يأجوج ومأجوج بتأيدهم. لذلك لما بنقتلوا هون رح يزعلوا يأجوج ومأجوج، رح يزعلوا، في تحالف. لذلك لو قتلناهم احنا في 48 او في 67 انو اللي بفزع؟ الغرب. ويبدو بروحوا شرق بعد ما تخرجوهم انتو، بروحوا شرق. قديش المدة الزمنية الآن بين خروجهم ومحاولة رجوعهم لإعادة المجد والدولة الثالثة؟ والقرآن يقول سنتين بس، أولى وأخيرة، فيش ثالثة. ولذلك لا يستقروا ولا يقيموا دولة، وهذا هو. وإن عدتم عدنا، شوفوا مصرعها، عدتوا عدنا على طول العقوبة، فيش ثالثة، فيش ثالثة، سنتين بس، أولى قبل الإسلام واحدة بعده بس، ثالثة لا. لذلك إذن لما بيجي الدجال هي محاولة العودة لإقامة الدولة الثالثة، ويقتل الدجال ويقتل عامة أتباعه من اليهود، ما بيستقروا وما بيقيموا دولة. وإن عدتم عدنا، مثل ما من عاقب في الدنيا، هذا لا يعني إنه ما فيش عقوبات أخروية. وإن عدتم عدنا، هذه العقوبة الدنيوية وفي كمان أخروية. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إذن هو عم بيحكم عليهم بالكفر، طبعا شيء طبيعي، كفار. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وهم أهل الكتاب أصلا مشركين، تعالى الله عما يشركون. فالآن فتعالى الله عما يشركون. الآن كم باقي؟ ماشي، ممتاز. الآن الحصير إيش؟ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الحصر، الحصر فيه معنى أول شيء التضييق، فيه معنى الحبس، تضييق والحبس، هذا الحصر على فكرة. لذلك كنت مثلا كنكالو بهم مش تأخذونيش، كنكالو معاه حصر بول. ليش حصر بول؟ لأنه بصير في منع إنه البول يطلع، وبصير في ضيق، بتضايق الواحد، صحيح؟ ضيق المحل، المثاني ضيقة وممتلئة ومش عم بيطلع، شو اسمه هذا؟ حصر بول. ولما بيقولوا حصار، حوصرت المدينة، معناته من جميع الأطراف وضيق عليها. إذن لازم يجتمع في كلمة الحصر إيش؟ منع وتضييق، منع تضييق، تضييق. فمثل ما تضيق عليهم في الدنيا في النهاية، ولا تسعهم بعد ما يزولوا، ما تسعهمش الدنيا وين ما يروحوا مفضوحين. وأيضا في عقوبة أخروية، في عقوبة أخروية. وجعلنا جهنم، ولا إيش معنى يعني كلمة حصير؟ جت ملائمة للوضع هون، مثل ما انه راح يضيق فيكم الدنيا، ولانهم انفضحوا على فكرة ثم ينهزموا، والعالم كله على فكرة، العالم كله راح يقول
ليش كل البشرية خضعت لمبادئ الصهيونية ومفاسدها بألوانها المختلفة؟ اللي ما هو أصلا حتى الإلحاد على فكرة والمدارس الإلحادية وراها كان رؤوس يهود من ماركس لغيره. وهم اللي جابوا للناس اللي على فكرة المبادئ الضالة، والبشرية تجاوزت هذا كله على فكرة، ثبت أصلا كل هذا باطل. والآن جاوز هذه فلسفات صارت في التاريخ الماضي، الشعوب الآن شعوب مؤمنة شوي شوي كله على مستوى العالم كله على فكرة بيتجهوا نحو الإيمان، مسلمين وغير مسلمين. وهذه فرصة الإسلام الآن، هذه فرصة الإسلام. إجاب هذا الكلام إحنا شعوب العالم راح تشوف إنه بس في أمة واحدة اللي كانت محصنة من مفاسدهم وهي اللي وقفت ترفض الأفكار هاي كلها، راح ينتبهوا إنه هاي الأمة بالذات معناته عندها حصانة، معناته تملك شيء لا نملكه إحنا. هي بتعلم أكثر منا هذه الأمة؟ لا. عندها تكنولوجيا؟ لا. عندها ما زينا؟ لا لا. إيش معنى هي اللي محصنة؟ معناته في عندها فكرة محصنتها. ولذلك هزيمتهم هون راح يكون هذا لصالح الإسلام، راح يكتشفوا الناس إنه هذا الشيطان اللي أفسد في الأرض كلها وأفسد أفكار البشر، وهم اصلا اهل الانحرافات على فكره على مستوى الاخلاق والجنس والتفاصيل، هم وراها كلها. وين مكان تجارتهم هاي؟ راح يكتشف العالم انه معناته اصحاب الامه اللي عندها المناعه هاي. ليش؟ ليش هي؟ لذلك هو راح يكون مش قضيه خروج اليهود من فلسطين، راح يكون بدايه عالميه الاسلام. عالميه الاسلام مشكلة قدرت تحلها انت، مشكلة طبيعتها عالمية وحليتها انت، انت راح يصير افقك عالمي. ان هذا القرآن ايها وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اكثر استقامة، اذا الاقرب للوصول للاهداف. مش قالوا الخط المستقيم هو أقرب طريق للوصول للهدف؟ واللف والدوران ليش؟ واللف والدوران ليش؟ إن هذا كله تعقيب عايش على النبوءة. ما بصيرش نفهم المعنى بدون السياق. السياق نبوءة وهزيمة اليهود في المرة الثانية والأخيرة، أخيرة بعدها ما فيش في فلسطين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أقوم أقوى من غيرها، واللي بتوصلك للأهداف في أقرب طرقها. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لمين هذه البشرة؟ طب إذا القدماء تبشروا من يومها في الآية هاي، بس أنتوا أكثر ناس مبشرين فيها الآن، معناته أنتوا على فكرة بدأتوا تتحولوا مؤمنين يعملون الصالحات فعلا. واحنا دائما من دين نفسنا وبنوزن في ميزان الذهب، في ميزان الذهب، لكن انا شايف لا، وين كانت الامه واحنا صغار شايفينها، وين الان الامه عم تصلح. طب تقولوا لي كيف تصلح في طب القضيه الفلانيه يا سبحان الله، كانه ما بنعرف البشر احنا، والمساله ما بتيجي دفعه واحده، ما بتيجي دفعه واحده. هذا اليوم ان هذا القران يهدي التي هي اقوم، وبيبين لك بالضبط أقصر طريق للوصول للأهداف، وأسلم طريق وأشرف طريق، وبدون أنه يكون فيه انحرافات أقوى. ويبشر مين؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات، مش بس المؤمنين، لأنه ممكن المؤمنين ما يعملوش صالحات، هذا بيخرجوش من الإيمان، بيخرجوش من الإيمان كونه بيعمل مرات صالحات. لكن هون عم ببشر مين؟ وهذا ببشرك انه معناته الامة بتتحول لايش؟ مؤمنين يعملون صالحين. كل الامة لا، ما بيجيش زمان كل الامة، العبرة دائما في ايش؟ الرأي العام ما يسود. اما الصعاليك فهذول بيكونوا موجودين في كل زمان ومكان الى يوم القيامة، في زمن الرسول كانوا موجودين. ما هم المنافقين اذا ما غيروش وبدلوا ايش؟ قريتها ولا انت اليوم ولا غيرها؟ لا، لنغرينك بهم. ما لا قريناها اليوم احنا؟ لا قولها قولها. لان لم ينتهي المنافقون، لاحظوا وين في المدينه، لان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ومين كمان؟ والمرجفون في المدينه، لنغرينك بهم ثم
لا يجاورونك فيها إلا قليلا. هذا فيه، مع ذلك في النهاية كنتم خير أمة أخرجت للناس، هو يعني بروح الصعليق كلنا بظلهم موجودين. العبرة بإيش دائما؟ إيش اللي بسود؟ إيش اللي بسود؟ إيش الناس بشكل عام؟ حتى لما بذنب بيكون شاعر بالقصور، معناته الأمور تمام لحد الآن. يعني حتى المذنب اللي بيشعر إنه أنا أخطأت ويعني بيستحي فيها، معناته الأمور تمام. بيستحي فيها معناته الأمور تمام. تمام وين؟ تمام في المحيط وتمام فيه هو. هو معناته لا يزال قلبه حي، والمحيط معناته بخليه يخجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنتم أن لهم أجرا كبير، أجر كبير دنيوي أخروي. بس ما هو هذا بده يصير في قتال، وبده يصير في تدمير، وبده يصير في قتل. طب بخاف إنه هذا، منخاف إنه يكون هذا إيش، منخاف إنه يكون هذا مؤخذين فيه. لا، حتى في هذه أجر كبير، لأنه معناته في جهاد، في 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 صبر، في مصابرة، في مجاهدة. في ناس بسقطوا على فكرة، أنت بتصمد، في ناس بسقطوا، أنت بتصمد، هذا أجر كبير. ليش مين قال أنتوا الآن؟ ها؟ ما في كثير، في ناس كما قلت بيستسهلوها بسقطوا الآن في أحضان، بصيروا جواسيس وغير جواسيس، مش بس جواسيس وتفاصيل. ما هي الجاسوسية أشكال وألوان، أشكال وألوان الجاسوسية، أشكال وألوان. في ناس بضعفوا بسقطوا، أنت ما بتسقطش. ليش؟ أجرك كبير أنت الآن، أنت أصلا موجود في بؤرة الصراع، وجودك في بؤرة الصراع، كونك أنت ما تسقطش هذا في حد ذاته أجر عظيم. المعركة حتى تنتهي، المؤمنين هذول اللي بيعملوا الصالحات وبيستمروا حتى نهاية المطاف، هذول بنبشرهم أجر كبير دنيوي أخروي. ما هو أصلا الأجر، أصلا الأجر الأخروي نتيجة إيه؟ الدنيوي، الدنيوي. فإحنا بنشوف ناس بسقطوا، في ناس بيبيعوا ولا بيبيعوش أراضي لليهود سقطوا. طب في ناس بيملكوا آلاف الدنومات، بقول لك أنا لو كل الأرض طوبوا لي إياها مش مستعد. طب هذا يعني بده يروح ثوابه هدر؟ هذا شو اللي خلاه هذا يصمد بهالطريقة هاي؟ وممكن يكون فقير، ممكن يكون فقير وغني في بلاده اللي أخذوها اليهود ومش راضي يبيع، مش راضي. هذا إيش يعني؟ هذا إيش؟ هذا معناته ثوابه أعظم مما تتصوروا. في ناس تسقط، في ناس تسقط، في ناس سقطت وشفناها، وفي ناس سقطت وبعدنا مش شايفينها، مش هيك؟ كله بتكشف. لكن هو ببشر مين؟ إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هاي هون إيش بشر. طب لاحظوا معي آخر سورة الإسراء، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. شوفوا شو قابلت بالحق، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. في الثنتين، لما تكلم عن وعد الآخرة في البداية وتكلم عن وعد الآخرة في النهاية، في الثنتين يبشر وينذر. طب فهمنا يبشر في إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. على إيش؟ على إيش الأجر الكبير؟ على أنهم بيعملوا الصالحات؟ طب هم مفهومين اللي بيعملوا الصالحات، الكلام عن النبوءة. وهدول الناس المؤمنين اللي ظلهم صامدين كبير في المقابل. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أولا التوراة وما يلحق بها ما يسمى بالعهد القديم، قديش ممكن لما نطبعها؟ 1500 صفحة، 1700 صفحة، ممكن أكثر كمان إذا من الطبع العادية، ما يسمى بالعهد القديم، ولا نص واحد فيه كلام عن الآخرة، ولا نص واحد. هاي بقى عماد مرة
في ماجستير الكيمياء الحيوية في المختبر في حخام حخام دكتورة ايش المدينة دكتورة مدينة في عندكم يوم اخر؟ قالت بشوف. تشوف بعد اسبوع رجعت بعد اسبوع كنه سألت وراحت واجت لقيت قال جملة تحتمل ممكن هاي بتعني اليوم الاخر. دين من الله في جملة اكثر من 1500 صفحة في جملة ممكن نفهم منها اليوم الاخر تحتمل. ايش هذا؟ وان الذين لا يؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا اليما. لانه معظم الانحرافات لعلمكم سواء في اليهود او في غيرها عدم الايمان بالاخرة. وفي ناس كان قال لك انا بأمن بالاخرة وبتطلع على سلوكه مش سلوك من يؤمن بالاخرة. اذا معناته يكذب هو بظن يعني انه الايمان بالاخرة انه لما يسألوه في اخرة بيقول اه. هذا هو الايمان بالاخرة، يعني لما يسألوك في اخرة تقول اه وانت من داخلك بتقول ما ظنش. الدليل وبالتالي اكثر ما يؤدي الى انحرافات على فكرة ضعف اليقين بالاخرة. واكثر ما يردع الناس اليقين في الآخرة. أكثر ما يردع الناس اليقين في الآخرة. وأكثر ما ولذلك الآخرة ذكرت في القرآن إلى درجة ممكن تجد أنت بمعدل في الصفحة كذا مرة. سواء كان الآخرة، يوم الدين، الجنة، النار، الصاخة، الحاقة، يوم القيامة، ألفاظ كثيرة جدا. اليوم الآخر عندنا في الإسلام له أكثر من 80 اسم. اليوم الاخر عندنا له اكثر من 80 اسم عندنا في الاسلام ماشي ومركز عليه اكثر من اي شيء ثاني اكثر من اي شيء ثاني اليوم الاخر لانه هذا هو اللي بيجعل الناس ولا يعني ولا اذا ما فيش يوم اخر يا اخوي ولا ليش يصمدوا الناس ليش يصمدوا ليش يصبروا ليش 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 العامل يعني اللي طول نهاره بكد وبتعب 80 سنة وهو ينحت ما يسرقه ما يرتشي ما يبيع لليهود ما شو اللي بيردعوا ايش اللي يردعوا ليكون خايف منكم لا هو اليوم بعود وش خافوا كثير بخافوش كثير في ضمانات الى اخره الاخرة الاخرة وان الذين لا يؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا اليما هي المقابل واللي بيؤمنوش بالآخرة سواء من اليهود أو إحنا وفينا ناس بيؤمنوش بالآخرة أنسوا هذا اللي بيقول لك أنا مسلم وهو حقيقة كل سلوكياته بتدل إنه ولا بيشعر إنه في آخرة هو يعني الكفار بس الناس الثانيين يعني عندنا ما فيش لقد كفر عفوا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين طب فيش يعني من لقد كفر الذين لم يكن الذين كفروا من أهل القرآن كمان في ولا ما فيش بتشوفوهم مش حتى لو زعم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا معناته إذا ما نفهم هذه الآية لازم نفهمها على ضوء وكان الإنسان عجولا لأنه عم بلاحظ أحيانا في كتب التفسير عم بعطوا معاني إلها بدون مراعاة وكان الإنسان عجولا أنتم ما بتلاحظوا أنه الناس اليوم فعلا في الصراع أي صراع قائم دايما الإنسان لأنه عجول بده الثمرات إيش سريعة من قبل 1400 سنة عم بتكلم لك عن النتائج وبعطيك عند قيام دولة وإنها بتزول وإنت بدك إياها اليوم لأنه إحنا مندركش أنه شو معنى الصراع وشو فوائده وعلى مين منعكس وانه هاي ارض مباركة وما يحصل فيها ينعكس عالميا انتوا هون بتغيروا في العالم كله انت مش داري انت مستعجل لما جوش اليهود هون في خيرات كثيرة كان راح تروح على العالم رسالة الاسلام رسالة عالمية لازم ندرس ايش اثر هذه القضية على نهضة المسلمين بعد تخلف وعيهم بعد تخلفهم وايش دور هذه القضية في اسقاط افكار
وإسقاط جماعات وفتح عيون الأمم كلها يدرسوها ويشوفوا، بيشوفوا أنه عمر إسرائيل يعني 74 سنة شمسية، هذا حسب رأيي يعني 74 سنة شمسية، والله هذا عمر قصير، وشو أثره هذا وجودها راح يكون على العالم، وشو راح ينعكس عالميا بعد زوالها. أنتوا بتستعجلوا على فكرة، أنتوا تستعجلوا الثمار، ودائما بتكتشف إذا اصبر. يا سبحان الله، كاين حكمة الله بتتجلى، بده ينقذ البشرية، كاين احنا قصدنا يقذنا احنا لحالنا، احنا قصدنا نرجع للأرضيات، احنا قصدنا هزتونات يما ينشفنش تمام، والله ذريته حكمته ينقذ العالم. تستعجلوا؟ نكمل ان شاء الله، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.